تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لجلالته بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته وعلى شعب البحرين سنين عديدة بالمزيد من التقدم والنماء والرفعة.